صباح الخير. كاين شي حاجه ديال البرد جا مزيان واليوم شوف شوف الشمس بس كتشرق عندنا الشمس، ولكن كاين حاجه البرد جبتيني خارج صافي. هاد البرا هادي الشغل ديالي شهيت شنو مسميه الخبز واللبن، كان هذا تقي شي حاجه عرفت من الناس زين. علاش اللبن؟ البابا عدت لك واحد السليك، شرحت لكم واقيلا في شي فيديو نسيت، كان في العطله كهنايا ما نعرف السليك، عطيت السليك وداك السليك يجي مع اللبن خاصه الودابات تعشيت به وكنعدل دايما زايد وكنخليه حتى لغدا. عرفتي دابا وكداك الباب هذا باب هذا صاحبي عرفتي كيفاش الديد. السليك هو الراوز، ماكله سعوديه، الراوز بالجداد والحليب. هلا شوف على كومبيناسيون صاحبي عرفتي مس ممكن كتب شي يوتيوب وكتب السليك. انا بعدك انا ولادي يا صاحبي حفله عندنا ودع منا السليك. ايوا وشيت اللبن وما في خبر، شريت الزيتون كحال ونجيب الخبز بالزرع واحد طريف ستيتو هيدا وصافي. الخبز بزاف ماشي مزيانه فهمتيني، المهم واحد طريف ستيتو هيدا بعدك تسيس هيدا. دابا كناكل الزيتون كحال هي باليد، الديد الديد الحق ماشي بحال اللي كتاكلو بالخبز مع زيت العود فهمتيني، عندي زيت العود الحافظ المغرب. شوف القشر ديال الكره انا تهنيت قسما بالله صاحبي، ديك الستريس ديال الكره زال عليا دابا صافي الحمد لله يا ربي. عرفتي نعبر يدي شي حاجه هيدا صافي صافي تهنينا دابا نكملو الخدمه ديالنا وديك مابقاوش مقابلين حنا الكره. الله عرفتي ديك النهار نهار ثلاثه بوه كيفاش كنت فرحان في النهار على تيف كتشوف الساعه شحال باقي شحال باقي. الله يما عندنا الكره والله ما يكذب عليكم حتى شي واحد اصاحبي. عرفتي المونديال ما ربحناش بالكره، ربحنا بالجمهور. في شفتي يا صاحبي شي بارديدو خويا ما يشبر المنافس الكره تصافى وداك الشيء يا صاحبي. انا ما كايناش عمي ما سمعت انا في الحياه، عمي شفت في الحياه ديالي صراحه توقف فهمتيني. كلشي تخلع اسبانيول تخلعوا بورتوغال تخلعوا فيها ما كيشبوا الكره كيصفروا عليهم، هذا ما كايناش في العالم كامل. عملوها المغاربه، المغاربه لعبوا في المونديال مزيان وصلوا حتى الدومي فينال بسبب الجمهور. شي كره ما كايناش. انا دائما اخاي ضد الكره المغرب كتعجبني شي مره الصراحه تتقال، ما كتعجبنيش الكره صح. كاين شي التقنيات من غير 86 كان بودربالا تيمومي كان واحد شنو مسمي رقم سبعه نسيت معروف الحداوي، هادو كانوا صاحبي كويري. على دابا اللي عندنا هنايا عندنا والو اصاحبي، كلشي اللي كيتضرب دغيا كلشي كذا. المهم مابقاوش يهضروا على الكره، لا لا الحال انا تهنيت نتمنى دابا ديها كوت ديفوار. علاش كوت ديفوار؟ كوت ديفوار الناس مزيانين ما يديوها شي نيجيريانوس جيريانوس ما كنعملو شي خونه ما كنبغيلهم شي يديوها على ياش اكبر مخرويتين في العالم. عرفتي شنو عملوا هنا في هولندا؟ انا كنت فاهم شي برامج ديال كيتصلوا بالنساء هنايا في هولندا فحال هما مثلا الانجليز اولا امير في شموتا قسما بالله كيعملوهم اصاحبي موجودين حتى في يوتيوب. انا كنت فاهم شنو في يوتيوب برامج ديال التلفزيون ديال هولندا. عرفتي واحد المراه خسرت على واحد حاسبه عليه الانجليزي وعنده الباطو وعنده كذا وهو نيجيري كتفهم عزيم فما شي من العزيم زعما. من بعد مشاو عنده وشافوه كذا ما فيه حتى ديرو شي حتى 5 فرنك خسرت عليه 200 مليون وكيقول لها الباطو تخسر لي خصني كذا. هما شنو كيعملوا؟ كيتصلوا كيصيفطوا التصويره شي واحد زعاف مزيان وداك الشيء هولنديه كتسيخ به ما كيصيفطوش شي تصويره عزي لا والو كيصيفطوا تصويره زعيعه كتسيق به مزيون زعما فهمتيني وباين عليه رجل اعمال كدا كدا. قطع منه دقا انا وقف رجو بحال خصو يتسنى شنو كنقول. شوف حنا بوحدي دابا فين تاخبو بوحدي تا وكيف شنو كيبقاو يعملوا دائما دائما على التكنيك ديالهم. شنو كيعملوا؟ التكتيك ماشي التكنيك، التكتيك ديالهم شنو كيعملوا؟ كسف كسف عيالي شنو كيعملوا؟ كي مثلا هذا اللي باطو اللي تفرجت له ايا وقفوني كنت ماشي في عطله هاواي وقفوني البوليس تما
نقصني شي حاجه في الباطو صافا في حدا ولا شي حاجه خصني نخلص عليها. الباطو غالي اليخت خصني نخلص عليها 10 المليون. المشكله هو ما نعرفش شنو هذا دائما نفس الطريقه حيت نتفرجت 10 هذا الفيديو سالو. ايوا يا خاك تقول امير الامير ديالي ديال الانجليز هاك تصرفت له 10 المليون هولنديين عندهم فلوس حنا خسرت على 200 مليون وهذه ديال 200 مليون عندنا واحد البرنامج هنايا كيبقاو يفتشوا على ديك الناس وجبروهم جبروه في نيجيريا عرفتي كيفاش محشيين في واحد البيت محشيين في واحد الدار شنو ماشي نقول لك نقولوا حنايا 10 واحد في واحد الدار كاملين بيهم بالشرطة السخانة عنده باقي عاقل ديك الفيديو بالشرطة واحد الديكور كلشي خانز كل واحد شابه اللابتوب ديالو والتليفون وهذيك الخدمة ديالهم نهار كامل هما مقابلين غير ديك الشيء كيصيفطوا لهم فلوس كيمشيو لوستين يونيون يجيبوا الفلوس انا اتصل بيا المرات تقول لي كذا كذا وصافط لها الفلوس حمق هذا صاحبي ايوا كتكون ديك النساء فهمتي كبابو في السن وما انا تكسب ديالي عيالي كيكونوا ديك النساء كبابو في السن عندهم فلوس كيعطيو لهم فان هوبر بالهولنديه معنى ديالها يأسو فهمتيني ايوا كيقولوها وجا واحد الانجليزي انا تاع كيقولوها جا واحد الانجليزي وعندو الباطو كتبقى تحلم وزاق عزي من نيجيريا فهمتيني ومعروفين اصاحبي معروفين في العالم كامل اكبر مخروطين نبقى نعاودكم هاد القصص هادو بحال وليكم شي كونسيبت بحال هكذا نبقى نعدل بالفيديوز كدا ديك اللي كيعملو بالهولنديه نترجمهم انا نترجمهم بالعربيه بحال والو المهم مصيبة المهم على الكرة نتمنى يديها الكوت ديفوار مساكن دراري فين اخا عمري ما سمعت شي حاجة ماشي مزيان على الكوت ديفوار صافي نسالي هادشي ديال الكرة تهنينا قسما بالله تهنيت هنا دابا نهبط الدنيا ديالي نفتح شي حاجة تهنيت قسما بالله صاحبي كنت مقابل الكرة أكثر من الخدمة ديالي دابا ساعة الكرة المغرب ما نعرفش شنو المغرب كنقولوا الناس عمو ما عجبني المغرب بحال عجبني المرة هادي ما كاين لا كرة لا والو مرطونا قسما بالله مرطوني ديك الليله صاحبي مرطوني صافي قررت هو هذا هو واحد شكايتو له شوبين سنتر ديال الحومه ديالي ماشي الشوبيس ماشي بحال دابا في طنجه السوق تبارك كبيره هكذا لا كل هنايا كل ماشي حومه وحومه حومه كبيره مثلا بني ما كذا عندنا حنا عندنا مثلا في طنجه بني مكاده عند السوق ديالها تشارجيل عند السوق ديالو السواني عند السوق ديالو نفس الديكور حنايا عندنا دابا هنا في هولندا كل فحال هكذا عندها موطع ديالها عند السوبر مارشي ديالو سوبر مارشيس جوج ولا ثلاثه الحوانت كاملين بالقزار ديالو المسائل ديالو عندنا قزار تركي رافينا هذا ما كنمشيش عنده غالي فهمتيني كنمشي واحد تركي اخر اللي كنمشي له دائما هذا البرد اليوم والله ماشي البرد هاك نحس شي حاجه نقدر نلبس الوانتي زعما هاك الحمد لله بعدك عايش بقى الشمس هاي بغاتكم شوف فيها كتب لكم عايش بقى الشمس الحمد لله يا ربي قلت والله العظيم جبتيني جالس كنسالي الشغل في الدار واحد شي حاجه قلت ولا نخافش هاد البره هادي وهاد البره هادي كان يمكن لي نصافي داتا غدا ولا بعد غدا داكشي شكون اللي خافشني وكالعاده عرفت والله العظيم الطاقه الايجابيه اللي كتعطيني فلوخ وتعرفتي تخرج عمل واحد فلوخ ديري الطاقه الايجابيه شي حاجه ومن نمشيو نجيبو لا بصراحه خبنت مره الاولى في اللبن فهمتيني واحد حاجه جالي الخبز واحد حاجه قلت وا صافي نقدر ناكلو بلا لبن ما ناكلوش ديك الخبز ما كاين حتى شي مشكل اخي واحد حاجه عاود خمم في ديك البره قلت ها والبره نقدر نصافط واحد انا عارف السبت سيدي عندنا الوقت اينما كيف خممت في الفلوخ قلت لا والو يا هذيك خرجوا نعملوا الشنسالي والشغل ديالنا اللي خصنا نعملوه ونرجعوا بحالنا شوف هذه ديال بيز بيز الحومه ديالي مزيونه تي عملوا شي تصويره هيدا بيز بي ها هو افل لايت قولوا له افل لايت فين هو ها هو افل لايت المغربي ديالنا ها هو الله على ديك سيت شنو مسمي ديك بوتيرو برازيليانو شحال هادي تقريبا 2011 12 ها كوكو كتعرفوها ها كوكو
ودا هما كيف كانوا ربحوا داو الكاس ماشي الكاس المهم داو البطوله ديال هولندا ها واحد البرازيليان شنو مسمين سيت كان واعر ماشي واعر زعما المهم هنايا كان طوب لعب تما المنتخب سيت شنو مسمي ها هو كان ديفيسيفا ها هو كانوا لاعبين مع الارسنال دينيلسون كان مسخوط برازيليان وباقي كان عقل عليه هذا عاودو قيل مينديز راه ما لعبش له يا حسره شيء 2006 يكسب شيء ضد غلطة صراي جن واحد هنا يا بوردو زيرون واحد في المباراة ليفربول هاي زيرون زيرو ليفربول ماشي ديال دابا شحال هادي هاكومان شي هاكومان خلص عليه هاكومان كان مدرب وهذا كوكو وهذا فافان هذا بني عنده تصويره مع اللامبورجيني اللي كانت عنده كان ساكن راه فين دوزنا دابا من الطريق تما باقي كنلقى شحال هادي وكان مباركي دائما اللامبورجيني بيتا وبني كان ستيت وكان عنده 6 سنين ولا 7 سنين قلت له اجي تصور قدام اللامبورجيني ديال هاد فرفان هذا الله غادي اوف صافي قربنا نوقفوا هاد الفيديو هذا نمشيو نصوروا هادي اللعيبه هادي نمشيو نجيبوا المسائل ديالنا صافي نشوف حنا الدار اوه صاحبي خصنا نخرجوا لها الوقت صاحبي ديال الرياضه والله العظيم كونديسيون بلاص كترجع بلاص كترجع الله وي فهمتيني وانا ما كتبدا هيدا فهمتي ها مشي شوف كنمشي هيدا شوف بحال هيدا شوف كتشوف ما كان شحال باقي توحاج داك الشيء صاحبي قريبا باقي والو ان شاء الله بحال والو مع رمضان لا قبل رمضان يا ودي رمضان نكونوا رمضان كيعجبني تغيير فيه انا صافي ساليو الفيديو هذا انا قررت راه هذيك اللي هبط البوستاج كتبان لكم فينا اورانج اورانيا تما غنصاوبوا البرا ديالنا هادي مكتبه الحومه ديالنا انا عمري ما دخلت من هنايا شحال هادي مع ولادي كانوا شتيتهم كيدخلوا دابا تجيني غريبه شوف كاتبين هنايا شوف عندهم هاي خراطيس بالمعنى ديالها باطل واش كتب ودي فهمتي خمسه بغيت تقرا شكون اللي كيقرا دابا صاحبي شحال باش نبات كتاب في يدي عندي 10 كتب في الدار قسما بالله لا والو هذه هي اللعيبه البوسطه ديالنا ما تيقلبكم لا تشوف بوستينيل شركه هولنديه صافي يلا حتى الفيديو اللي باجي